أقامت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لأول مرة بطولة البادل للمعاقين بالتعاون مع الجهات الخاصة بهدف إدماجهم في المجتمع، حيث أكدت الهيئة أهمية الرياضة لفئة المعاقين بأن الرياضة تساعدهم على استعادة توازنهم الجسدي والمعنوي وتجعلهم يندمجون في المجتمع. لننمي القدرات إلى أقصى حد ممكن، شعار رفعته الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لدمج أبنائها من المعاقين في المجتمع، واليوم يشاركون لأول مرة في بطولة البادل والتي يمكن من خلالها تحقيق الدمج لهم. أول بطولة للبادل في الكويت لذوي الإعاقة، لعبة البادل جديدة في الرياضة، فبالتالي من باب الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة حبينا نشارك في الأنشطة الرياضية، وهذا يعني توجه الهيئة والدعم الكامل من الهيئة في هذه الأنشطة والفعاليات الرياضية وغيرها. هي رياضة خفيفة وتعتبر من الرياضات اللي أخف لعبة رياضية تساعد على الحركة، تساعد على رفع المعنوية، تساعد على وايد أشياء، ولعبة بادل يعني الكل مستانس منها. نشاهد رياضيين بمهارات عالية وكأنهم وجوههم يملأها عشق لعبة التنس. دلوقتي مع دكتور أحمد جاهل ودكتور محمد هذا إن شاء الله أفوت عليك. مستانس اليوم عشان شاركت بالبادل وايد وناسة. أنا والله أول مرة إني الصراحة ألعبه، بس مشكورا من أستاذ محمد جابر، أستاذي هو علماني شلون ألعب البادل، صار لنا أسبوع إحنا نتمرن فيها. لا أول مرة أي بادل هني يعني، بس مرة شوية خايفة أول مرة أي هني. اللاعبون من المعاقين ومدربيهم متفائلون بأن مستقبلا كبيرا ينتظرهم ورياضتهم في هذا البلد. التوازن النفسي وتنمية الثقة بالنفس وتقدير الذات، باختصار هؤلاء هم أهداف الرياضة لذوي الإعاقة. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.